السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو الإخوان ديالي تهم جميع الناس اللي ما عندهمش أوراق، وحتى الناس اللي اللهجة، وحتى الناس اللي خدامين في النوار ما عندهم الأوراق لا والو، أو عندهم كذلك مشاكل ديال الأوراق. هذا الفيديو هذا تهمكم بزاف بزاف بزاف. علاش يهمكم؟ لأن ربما قدروا نقولوا نستبشروا خيرا إن شاء الله في هذه الحكومة هذه، خصوصا ملي كاين الحزب الديمقراطي. والحزب الديمقراطي كما تتعرفوا الإخوان ديالي يعني معروف بالسياسات ديالو المعتدلة إزاء الأجانب، بالرغم كما قلت لكم أنه كاين حركة خمسة نجوم اللي هي شوية كما كان الحال قدروا نقولوا بانها عندها سياسه متشدده، خصوصا دابا مع تولي الوجدي مايو اللي كان في وزاره الشغل دابا ولا في وزاره الخارجيه. كان يعني دار اتصالات مع جميع القنصليين، ويعني غادي يبدا يعمل يعني يركز دابا الاعمال ديالو على الخارجيه، وعلى كذلك على المساله، خصوصا على المساله ديال الايميغراسيون ديال المهاجرين. بالنسبه لمايو على ما ارى انا انه يعني باغي يغير في الاتفاقيات ديال دوبلين كما تعرفوا، باغي يغير فيها بشكل ربما اللي يناسب ايطاليا، وانه يعني المساله ديال اللجوء باغي يحد من المساله ديال اللجوء، ما تبقاش يعني غير ايطاليا بوحدها اللي غادي تبقى يعني تستقبل يعني الكم الهائل من المهاجرين. لكن اكيد 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 انه غادي ضروري انهم يديروا شي حلول. الناس اللي كاينين هنا خدامين وما عندهم لا ورقة على جوج، وحنا كنا تنعرفوا انسان عايش بلا ورقة بلا جوج يعني راه واحد الاحساس خايب، ما غادي يعرفوا الا الانسان اللي عاش المسألة هذه وعاش يعني واحد سنوات مثلا او سنة او جوج ولا ثلاثة عاش في بلاد غربة بلا اوراق ولا والو، هو اللي غادي يحس بزاف 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 بالمعاناة اللي تعاني منها الناس الاخوان ديالنا خوتنا اللي كاينين دابا في ايطاليا وفي اوروبا كامله. تخرج واحد الحزب راه كنت هضرت عليه شحال هذه، كان المؤسس ديالو واحد الافريقي اوبونغو. هذه الحركه هذه او الموفيميتو سميتو كارا ايطاليا، عزيزتي ايطاليا. تخرج تقترح حتى هو كذلك على السياسيين على الدوله باش انها دير سناتوريا، يعني دير واحد القانون للناس، خصوصا قال لهم يعني ممكن نديروا القانون للناس اللي خدامين يعني في النوار. تيقول هو انهم راه باغيين يخلصوا لي طاس، باغيين هما انهم يساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، باغيين يساهموا في الحلول الازمات اللي تتعيشها هذه البلاد ايطاليا بطبيعه الحال، ولكن راه خاص تسوى الوضعيه ديالهم، لان في التسويه ديالهم صالح كبير للدوله. كما تتعرفوا الاخوان ديالي باش تصايب الاوراق ديالك يعني ما تكون سناتوريا، راه انسان السترانيري الاجانب كلهم راه غادي يخلصوا فلوس باش يصيبوا الاوراق ديالهم، وبطبيعه الحال الفلوس هذو غادي تمشي للخزينه العامه وتقدر تخفف من العبء ديال الازمه الماليه اللي كاينه تتعيشها ايطاليا. وغير ذلك غادي تدير كذلك كرامه لهاد الناس لهاد المهاجرين، تعطيهم كرامه ويحسوا بالانسانيه ديالهم، ويحسوا انهم ماشي عبء على هذا الوطن على ايطاليا، ولكن يحسوا بانهم راه تساهموا في هذا الاقتصاد ديال البلاد. مهم ما نتمنى ان الحكومه تشوف هذاك الميساج وهذيك الرساله ديال هذا الاخ الافريقي، وهو مشكور على ذلك. كما قلت لكم اوغونكور كنت درت عليه حلقه شحال هذه فاش الله اسس الحركه ديالو. المهم ما نتمنى ان هذه الحكومه تنظر بجديه لهذه المساله هذه، المساله الملحه حاليا دابا هي تسويه وضعيه ديال المهاجرين كاملين اللي كاينين هنايا. ذلك ما نتمناه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.